انا حلو ده. هدي لحضرتك مثلا عشان حضرتك تعرف الكتاب ماشي ازاي. مثلا يوم 25 مارس 1975 مثلا، انا ابتديت اتفرج على كوره من سنه 73، بس انا هدي لحضرتك مثل صغير. يوميها انا كنت في ثالثه ابتدائي مثلا، تمام؟ اعتقد يوميها كان في اجازه رسمي في وسط الاسبوع، مش متذكر المولد النبوي او حاجه زي كده. الصبح رحت السينما، كان الموسيقار فريد الأطرش اتوفى بقاله 3 اشهر تقريبا، اواخر 74، واتذاع له ساعتها او نزل في السينمات فيلم نغم في حياتي، اللي هو اخر فيلم عمله بعد وفاته، كان عرض نزل في اول السينمات للفيلم بعد وفاته. انا رحت في حفله الصبح من 10 لواحد، بعد كده رجعت البيت عشان اتفرج على مباراه الزمالك والترجي التونسي. الترجي التونسي كان زياره وديه لمصر، اول مره اسمع الاسم ده وانا صغير. تعادل مع الترسانه 2-2، الاهلي فاز على الترجي 3-1، ورحت حضرت الماتش في الاستاد، وطاهر الشيخ جاب جونين زي الفل، تمام؟ ومحسن صالح جاب جون. استنيت بقى ماتش الثالث اللي هو الزمالك والترجي، قعدت مستني مستني مستني. قران وتواشيح وحاجات، انا الماتش ما بيتذاعش ليه؟ فوجئت ساعتها ان حادث اغتيال الملك فيصل عاهل المملكه العربيه السعوديه، تمام؟ والماتش اتاجل يومين، والترجي فاز على الزمالك 3-1. فالشاهد هنا ايه؟ حدث فني، حدث رياضي، طبعًا. حدث سياسي في نفس اليوم طبعًا. ومتزامن مع ذكرياتي الشخصيه. فيعني ذاكرتك يا باشمهندس ما شاء الله. يمكن اول يعني انا بدايه وعي على السبعينات، يمكن حرب اكتوبر اثرت فيا قوي وفي جيلي بالذات، لان انا اتولدت وتوابع بقى 67 و و و ويعني انا وانا صغير كنت بسمع الغاره، تمام؟ وبندهن الازاز كحلي وننزل طبعًا. انا كنت ساكن في روكسي في عماره عمر افندي، بننزل نستخبى في عمر افندي تحت. فالكلام ده كله لما جت حرب اكتوبر، غير ان الوالد طبعا كان احد قادتها وانا كنت انفولفد قوي في الموضوع، لا يعني اثرت في جيلنا جامد. فحرب اكتوبر من الحاجات اللي اثرت معايا جدا. طبعا مفيش شك. يمكن ابتديت اتفرج على كوره سنه 73، قبل كده ما كنتش يعني، كانت بالنسبه لي خيالات كده. اول مباراه الاهلي وساندوس البرازيلي فبراير 73، بيليه بقى يعني الاسماء الكبيره دي. ده اول ماتش يعني اتفرج عليه في التلفزيون واعرف يعني ايه كوره، تمام؟ الماتش بقى اللي خلاني اهلاوي اهلاوي اللي خلاني اهلاوي بقى هو مش وراثه يعني، انت اللي خدت خالص. انت اللي خدت القرار خالص. انا الوالد عندي كان ترسناوي، اوكي، بيشجع ترسانه زمان، كانت في الستينات كان بيشجع ترسانه في الستينات، بيعشق الشاذلي ومصطفى رياض، ويعني كان تمام. فمحدش ضغط عليا انا ابقى اهلاوي خالص، هو سابني اختياري بالظبط، هو سابني كده براحتي خالص على اقتناع يعني. فالماتش اللي خلاني اهلاوي بالظبط يعني بالذات يعني مباراه القمه، اول مباراه قمه احضرها الجمعه 30 مارس 1973 الاهلي والزمالك، كان موسم 72 73. ساعتها كان شغال، وده مباراه الدور الثاني. انا كنت رايح مع الاسره عند جدتي في ميدان الجامع، جدتي الوالدي، وبنحضر اليوم عندها مع قرايبنا وبيتفرجوا على الماتش. انا كنت صغير بقى، اول مره احضر اجواء مباراه اهلي وزمالك. اهلي وزمالك، فما اعرفش انا ايه شدني للاهلي. الاهلي ساعتها رغم ان فرقته كانت اضعف، يعني الاهلي في بدايه السبعينات كانت مرحله انتقاليه ما بين جيل الستينات وجيل السبعينات، وكان في تغيير وبتاع، وكان كابتن عبده صالح الوحش كان مدرب ساعتها، كان جيل التلامذه بقى، كان لسه لعيبه صغيره وبتاع بيعتمد عليهم. الزمالك لا، الزمالك كان قوي وكان بينافس على الدوري ساعتها مع المحله. كان فرقه الزمالك قويه بقى، حماده امام وعمر النور، وكانت فرقه جامده. فاتفرجت على الماتش والاهلي فاز 1-0، تمام؟ فالماتش ده ونزلت الشارع بقيت اعلام حمراء وبتاع، قررت ابقى اهلاوي من نفسي كده من غير حاجه رغم الاهلي ما كانش في احسن حالاته ساعتها، يمكن سنتها طلع لا بس معلش مش هنعديها دي يعني. انت شفت ان الاهلي وقتها ما كانش الافضل في الفتره دي، لانها كانت فتره فعلا انتقاليه بس، وشفت فرق ثانيه وباباك كان بيشجع فرقه ثالثه. طيب ايه معلش برضو يعني ايه القرار ده جه بناء على ايه؟ ما هو عايزين نفهم يعني، اللون الاحمر عجبك بالزبط. ولا بالظبط ولا هي الماتش ده كله في حاجه فهمتها، في حاجه قريتها في فريق الاهلي، في اللعيبه يعني، في الجهاز الفني؟ انا هقول لكم جت ازاي. طبعا الماتش ده فرق معايا جدا، ان الاهلي وهو اضعف والناس متوقعه الزمالك يكسب، الاهلي فاز، وده اثر ان المحله خدت الدوري بعد كده. الماتش ده عطل الزمالك والمحله خدت الدوري بعد كده، اوكي؟
بعد كده رغم ان يعني زي ما حضراتكم بتقولوا ان انا كان في فرق تانية قويه، يمكن انا كنت بحضر برضو بعض مباريات الاسماعيلي في كاس افريقيا 73 ساعتها. الاهلي ساعتها مشي في الكاس لحد ما وصل النهائي. اوكي. اول مباراه احضرها في استاد القاهره نهائي كاس مصر 73، الاهلي والاتحاد السكندري. تمام. ده اول مره اروح الاستاد بقى اشوف بقى. طبعا بتفرق جدا، اياميها كان ابيض واسود للتلفزيون. طبعا. فلما تروح تشوف الالوان على الطبيعه كده قصه يعني. صحيح. انا فاكر اليوم ده كويس قوي، كان الجمعه 18 مايو 73. الغريبه بقى ان الماتش ده انتهى 0-0 وتعاد بعدها، كان بيتعاد بقى ما كانش لسه يعني بيخلص في يوميها، اتعاد بعدها يوم الثلاث اللي هو تقريبا بقى 22 تقريبا مايو. للاسف الاتحاد كسب تمام 2-1. بس انا كنت متعاطف مع الاهلي قوي وزعلان قوي يعني يوميها، انا كنت زعلان قوي يعني حاسس ان لا كاني بشجع الاهلي مثلا من 10 سنين. اوكي. ارتبطت بالاهلي قوي ما اعرفش ليه، كنت حاسس ان انا متعاطف ومرتبط بالاهلي جدا رغم ان نتائجه ما كانتش مساعده. اوكي. بعد كده بقى الدنيا تطورت، وطبعا جت حرب اكتوبر بقى والدوري اللي بعديها اتلغى، وكان هيديكوتي بقى جه مدرب الاهلي بقى. تمام. حرب اكتوبر فرقت مع الاهلي ان هيديكوتي خد سنه كامله ياخد على اللعيبه ويعودهم على خطته. الدوري ده اتلغى اللي هو بتاع حرب 73. بعد كده اتلعبت حاجه اسمها دوره اكتوبر كان عوضا عن الدوري. تمام. بعد انتهاء الحرب يعني. وبعد كده ايه، هيديكوتي خد سنه كامله. الاهلي بقى في موسم 74-75، وده موسم محوري بالنسبه لي، لا شكل تاني، قصه تانيه ومن خالص. ساعتها ومن ساعتها الاهلي هو الاهلي صح كده بالظبط. السبعينات بقى، اهلي السبعينات اللي نعرفه بقى يعني الجيل الذهبي.